شفتها من قبل، خلص ما عاد بدي اشوفها. في شيء تاني حابين اني اشوفه؟ في يلي وصلوا على الايميل. طيب ابعتي لي اياهم. يا سلام، الشغل ماشي وغير شكل. المفروض نلاقي السيناريو قبل بكره الصبح، ليش عم تضيعوا وقتكم بشغلات فاضيه مثل هدول؟ دارين خانم تفضلي، قهوتك. جيجي في شيء بيضحك هون؟ انا عم اضحك لاني لحالي هون وما في حدا يساعدني ولازم اشتغل بيوم عطلتي، وفوق هيك في كتير شغل كمان، وجيهان قالت لي مشان الطاقه الايجابيه ابتسم شوي. بنصحكم تجربوا اضحكي ابتسمي، يلا اضحكوا لشوف، جربوا منشان تاخذوا طاقه ايجابيه مثلي. انتوا ابتسموا يلا منشان ترتاحوا نفسيا، كتير منيح. كيف يعني؟ كيف بدنا نضحك ونحن عم نشتغل بيوم العطله؟ ما فهمت. هيك مثلي هيك منيح، ماشي الحال. ها ها غلط دارين خانم، ما بتعرفي تضحكي؟ معقول يعني؟ مو هيك ابتسمي. هيك مو؟ هيك اضحكي. هيك مزبوط؟ لا مو زبطة. ابتسمي. لحلح، ما بتعرف؟ دارين خانم اضحكي. وهيك؟ هيك. مو هيك. بحاول كمان. مو هيك تعملي لأنه بتبيني تعبانة. لسه ما زبطت معك. خلاص ملهت. ما تزبط عمرها، مو معقول اضحك وانا مو مبسوطة. شوفوا، عنا شغل ولازم نختار أحلى سيناريو بيوصلنا من الناس وما معنا وقت. يعني بدنا مخطط جديد. جيجي شرف، أعطينا أفكار وحاجة لهينا. فكرة الزبون غلط دارين خانم، مو معقول تاخذوا رأي العالم بفكرة الإعلان. يعني اسمعي شو صار، قلنا للناس أعطونا فكرة عن إعلان للسيارة، كتبوا قصة حياتهم وبعتوها على الإنترنت. وأنا قلت لك من وقتها موضوع الإنترنت اتركه علي، مو شغلتك هي، بس أنت ما فهمت، وقلت لي سلموني هي المهمة وأنا وثقت فيك ووافقت على طلبك. جيجي يعني غلطت لأني وثقت فيك؟ قلي غلطت لأني سلمتك المسؤولية؟ ما بقدر كفي دارين خانم، هالمهمة صعبة، يعني عملت دورات بتخص الماركتينج وأنتوا سلمتوني مهمة ما بفهم فيها وبعيدة عن اللي تعلمته. ما عندك شغل إلي بنوب. إذا الرسائل اللي عم تجي قليلة شو ذنبي؟ بس أنا مستغرب ليش لتكون الرسائل قليلة، أكيد في سبب ورح دور عليه وأعرفه. بتمنى تجيكم رسائل كتير ونتناقش فيها وننقي الأفضل للإعلام. بس عن جد دارين خانم هذا غلطكم، لازم تعرفي هالشي قبل ما تبلشي تعيطي علي وتبهدليني. أنا بقلك حاضر وبسكت، لأمتى بدي أتحمل؟ مو معقول الناس ما رح تعطيكي أفكار منيحة، ما تعتمدي عليهم. كلامك كله مو مزبوط، بتروح هلأ وبتلاقي لي سيناريو وبتجيبه وبتجي لعندي بسرعة. جيجي دارين خانم شو عم تقولي؟ وين بدي لاقي السيناريو؟ والله ما ساحر لحتى الاقي بهالسرعه، شو بدي اعمل لاجيب لك سيناريو هلا؟ بدك تروح وتدور، يلا اوعى ترجع بلا. لا ترجع قبل ما تلاقي، مفهوم؟ الشغله زادت عن حدها. يلا كملوا شغلكم. الصبر له حدود وانا نفذ صبري بدون شيء كثير معصب. ما بيكفي مجد بيك تقلع من الشغل قدامي اليوم، انا من غير شيء رح موت من الخوف. لا وفوقها بتبهدل، شو بدي اعمل؟ عم فكر روح اشتغل ببار بالمره، لانه هون مين ما عصب بفش خلقه فيني. يسلموا ايديك. شكرا اخي. صحة وهنا. فكرت كثير بالقصة وطلع معي. جان بيك بحبني مزبوط، لأنه كذا مرة عبر لي عن مشاعره وما فهمت، يمكن أنا ما بدي أفهم. إذا ما كنتي متقبلة الفكرة شيء أكيد ما رح تفهمي ريهام، هاي زبرجد بحبك من أيام المراهقة وما عم تفهمي. خلينا نفترض إنه أنت فهمتي عليه، شو بيتغير بالموضوع قليلي؟ شو كان رح يصير يعني؟ غشيتي الزلمة من الأول واشتغلتي ضده ومن تحت لتحت كمان، وهذا الزلمة بيكره الغش والكذب. لك اسمعي، أنا عم قول هذا الشيء كرمالك، لا تعرفي إنه هالحب مستحيل قبل ما تتورطي بشي. فهمت. إيه حب مستحيل. بفهم إنك عشقان هالبنت وعم تعترف لي بهالشي؟ إيه نعم تماما، ومن أول ما شفتها مزبوط عم تتجاهلني، بس رح تقبل بلحقها على طول وهي بتهرب. احيانا بتجي بس بترجع بتهرب مني. ليش؟ ما بعرف حاولت افهم ليش بس ماني عم بفهم. هالبنت مجنونه وعقلها صعب، ما عم بقدر افسر تصرفاتها معي. يا رجل بتفاجئ انه في بحارتها شاب غبي ومصروع اسمه مظفر بحبها ويمكن مستعده تروح معه لاخر الدنيا على نضال مثلا، وانا بتلاقيني على الطرقات عم بلحق ريهام وين ما راح. اوه انت مستعد تلحقها على اناضول يعني؟ طبعا بلحقها، مو مشكله، انا مجنون فيها، والله صرت مجنون. بس حاج لك تخيل صرت عم بحكي مع حالي وقول بكره ريهام تجي لعندي لحالها وبتقلي بحبك وما فيني اعيش من دونها، صدقني نفسيتي كثير تعبت من هالوضع عاصم. انت جان ديفيت عملت هيك؟ ايه انا، تخيل هيك عملت. اوه والله مدمرتك هالبنت يا رفيقي. مو بس مدمرتني ومطيرت لي عقلي كمان، ما خليت طريقة لأقنعها فيها أني بحبها، بس هي ما بدها تفهم هذا الشيء. ما فهمت أنه بيحبني، يمكن لأني ما تخيلت أنه يحبني. بس أنا ما رح أسمح لها تبعد عني بعد اليوم. أنا ما حأسمح له يقرب وما رح أقرب منه أبداً بعد اليوم. هي بتحبني أنا متأكد. مستحيل أنه أعترف بحبي لجام. ولو شو ما صار يصير كرمالها بتحمل كل شيء. رح بعده عني حتى لو عمل المستحيل. ألو ايه داني؟ الو جيجي. مشكلة؟ مشكلة؟ شفتي شو عمل مع مجد ما؟
قال لها رفيق عمره قدامنا ولغى صداقته بدقيقة واحدة. يمكن يجن إذا عرف شو عملت معه. رح يبعدني عن حياته للأبد. أمير هدي حالك شوي وطول بالك. ما حدا رح يعرف بهالقصة وما رح نسمح بهالشي. اللي عمله مع رفيقه مجد غلط وأخوك الخسران، بس هلأ ما رح يحس. مجد ما عاد صديقه ولا رح يكون موجود بقى لا بحياته الخاصة ولا حتى بالشغل. يعني جان مع الوقت رح يخسر. وإنتي ليش مرتاحة لهالدرجة؟ ومبسوطة مع هيك؟ لأنه مجد مو موجود. أمير شو الغلط بالموضوع؟ طبعاً بدي أنبسط، لأنه أخوك من دون حماية مجد رح يكون أضعف بكتير. هلأ مجد راح وإجا دور ريهام، وإنه نفرق بين أخوك وريهام هذا شيء ما في أسهل منه. يعني اطمن يا روحي. يعني أخي لازم يعرف بكل الكذب يلي صار لحتى يترك ريهام، وإذا عرف هو الحقيقة أنا وأنت كمان رح نتدمر. الموضوع مو بهالسهولة هي. وما بتعرف يمكن يكون سهل. على شو ناوية؟ ولا على شيء. أنا قصدي إنه يمكن لحالهم يفترقوا، ما بنعرف. ليش بتعصب فوراً؟ ألين ليكي أوعك من دون علمي تفكري تعملي أي شيء، عم تفهمي؟ حبيبي والله بعرف، أول مرة قلتلي فهمت. أنا مو ناوية على شيء غير إني أكون جنبك على طول. لك جيجي؟ أنت متأكد ما عم توصل الرسائل؟ مواقع التواصل الاجتماعي مليانة إعلانات للمسابقة. ليه؟ هي إعلان شركة السيارات أوفيدو، وهي تبع التدريب بالفكرة الرائعة، وناشرين صور هون، وإعلان للشركة شوف، وكاتبين كمان شروط المسابقة. ما بعرف والله لشو يعني ما وصل لعندي شيء. شو بدي ساوي؟ بجوز عم يوصل لعندي بس ما عم يوصل. ليكي لا تشغلي بالنا بموضوع مانو مهم، في أهم يا جماعة. خلينا نكتب أفكار جديدة. يلا لا تلهي الناس عن الشغل، اتركهم يركزوا بشغلهم. أنا قصداً بدي إلهيهم، بركي منغير الجو شوي. ها؟ خير؟ ليش هيك عم تطلع فيني؟ ما في شي بيناتنا بنوم؟ ليش مانك عم تركز؟ عثمان آغا بيك، آغا بيك أخي. طيب فيكن تكتبوا وتشتغلوا براحتكن مثل ما بدكن. أكيد. ليك جيجي شو رح يصير إذا كتبنا أو ما كتبنا؟ أصلاً شو دخلني أنا بهاي الأمور؟ أنا شغلي بالحسابات وبفهم بالأرقام والعمليات، شو بفهمني بهالقصص؟ والله مليت وتعبت اليوم، بدي ارتاح شوي. لا تعطينا طاقة سلبية إذا ممكن. طيب ماشي. عثمان طلع معك شي؟ كتبت لهم عن صاحب مطعم حب يغير سيارته. فرجيني. بك لشغلك. شو هاد؟ ما في غش، ممنوع. يلا بعدي عنه، ممنوع تتنقلي. كل شخص بيكتب فكرته. بدي تخلي عينك بموبايلك وتكتبي فكرتك لو سمحتي. طيب أوكي. أنا خلصت بس مو عجبتني الفكرة، رح أبعتها باسم مستعار. إيه لكن أكيد باسم مستعار. تمام. جيجي؟ نعم. ليش إيميلك موجود هون وإيميل الشركة مانو موجود؟ كيف يعني؟ ما فهمت. شو قصدك؟ ريهام ما فهمت. إيميلك؟ إيه والله إيميلي، رح شوف. بس ثواني، معقول عم يوصلوني الرسائل وأنا مو منتبه؟ والله واصلني ألف وحدة. شوفوا قديش ما منخلصهم بشهر هدول، ولك صاروا كل البشر كتاب بهالحالة. هلا بارك لك جيجي تعال. عثمان اكتب لي أي شيء بيخطر لك. يلا. كنت خايف ومتضايق ما تزبط. ليك كيف تيسرت أمور الشغل؟ لك انت شو عم تعملي هلا؟ كيف بتضميني هيك؟ ها؟ طبعا ما صدقتي اجتك فرصة لتضميني. يلا اعترفي لشوف، كيف بتضميني قدام الكل؟ ثانية دارين خانم عم تتصل فيني. الو؟ ليكي دارين خانم، أنا من شوي فتحت إيميلي ولقيت إيميلات بعتوها العالم. لا ما انتبهت لهم، الأفكار صاروا بإيميلي هلا. ماشي. طيب، ما في مشكلة بنو. دارين خانم وينك؟ ما عم اسمعك دارين خانم. دارين خانم. إيه. طيب مفهوم. ايه ريهام جامبيك بده نروح لعنده. جامبيك بده هالشي؟ ايه. ماني رايحه. ليش ما بدك تروحي؟ قومي لشوف. عم اقول لك ما بدي اروح. ريهام ما بيصير هذا شغل. يلا جيجي قلت لك ما بدي اروح. قومي. ما بدي اقوم. وزن شوي. اليوم كان عندي بروفة تمثيل واضطريت الغيها، وكنت حابة اقول لعثمان يروح معي. ريهام عثمان ما عاد بيعني لك وما بتزعلي مني ما هيك؟ صح. معلوم ما بزعل، ما تشيلي همي. تفضلي. يا اهلا وسهلا. مثل العادة رح نقعد بالحديقة. مرحبا جامبي. مرحبا يا بيك. مرحبا. مرحبا. أهلين. الأهلا والسهلا مو بمصاري.
يلا تفضلوا جيب هالكراسي فهمي وحطهم هون لو سمحت. يا جماعه قربوا على بعضكم اكثر مشان يوسع الكراسي. يلا خلصونا. تمام هيك ممتاز. اهلا وسهلا بالكل. هيك تمام. اخذت هاي سجلها على حساب نهاد. لا معقول هالمره قنينه العصير على حسابي. يلا شغلونا. يلا يا جماعه قربوا على بعضكم شوي. وهيبه رح اقعد معه. اقعد حبيبي. هي. انا متحمسه. جيهان يلا شغلي لنا مطوله. لا ثواني خالتي خدي الجهاز. بعدين ليش لحتى نشوفه بنص الشارع؟ ليش ما رحنا على بيتي؟ ما كان احسن؟ لشو بدنا نحبس بالبيت؟ هيك بنعيش جو السينما الصيفيه. من زمان بكل حاره كان في وحده. مو هيك يا جماعه؟ هون احسن. اي برافو. انتوا هلا عم تسافوا ولسه ما شفتوا الاعلان. وبعدين ما ضل في شيء اسمه سينما صيفيه محلي عم يستناني والبضاعه اللي عندي ناطره كمزبونه تاخذها. يلا ورجونا الاعلان الخرافي لنمشي. يلا بنتي روحي اقعدي انا رح شغله. لا شوفي وهيبه استنوا لحظه عندي شغله صغيره. خالته وهيبه عمي نهاد ليش انتوا عم تعادوا الموضوع يلي بدنا نشوفه اعلان مدته 10 ثواني؟ في داعي تخلونا ننتظر ساعه خلصونا بقى في عندنا شغل. يلا وهيبه يلا يلا لهون شوي امي. ما عاد في غبره وهيبه يلا. طيب يلا جاهزين؟ جاهزين. رح تشوفوا اول اعلان لابن حارتنا اللي رفع راسنا عثمان. يلا شكرا شكرا. اها هاي عثمان. شخصية ما احلى. معقول شو هالشو لابق له؟ ضلوا بلدي. ايه سهلة. لا بقلك يا درصان. برافو. يا هيك الدعايات يا بلا. برافو عليك. شكرا يا جماعة. شكرا. بيستاهل أكثر أكثر. حلو على الكاميرا. عثمان ألف مبروك عن جد كان تمثيلك جميل. الله عليك يا عثمان. على شو عم تسفوا كل هالقد؟ بس بدي افهم عثمان جاب شفة عصير وضحك. هذا كل يلي عمله شو الشيء اللي بيستحق التسفيه بهالقصة؟ ما فهمت. يلي عمله عادي. اعطوني عصير لاشرب منه واعمل مثله. اللي عملته يا عثمان كثير حلو. وبعد ما ينعرض الاعلان رح يجيك كثير عروض وزبرجد رح يموت غيره منك. لك اترك عثمان بحاله حاجه بقى رح تصيبه بالعين. لك مين؟ مين؟ معقول انا غار من لحام شعره مجعد؟ لك خلصنا. بعدين هذا في من الطفوله بنشرب مثل بعض. وين في عصير؟ اعطوني لاشوف. ها في مع ميرفت. يه ليش اخذتها؟ اسمعوني خير. بدي ارجيكم شرب العصير بطريقه كثير حلوه ومثيره. اتفضلوا شوفوا. شوف البقع. شوف بس كان حلو هو عم بيشرب ما هيك؟ اه هيك العالم بتشرب. شو هالقرف؟ ابدا ما في عليه حكي. ما تظلموني حرام. ها هات لهون. مو لابق لك تعمل دعايات. وهات الغطا. مو شايف قديش الفرق بيناتكم كبير؟ لا تصدق ابني. امشي حبيبي امشي. هدول ما بيفهموا بالجمال. امشي ما عندهم ذوق بالمره. امشي حبيبي. على فكره انا زعلت احلى منهم بألف مره بس هدول ما بيفهموا. امشي معي يلا يلا امشي حبيبي. بس من اليوم ورايح رح خليكم تعرفوا مين بيكون مصفر كايا. عم تسمعوني؟ وبكره رح سكلكم كلكم. ماشي تعال. انا بورجيكم. تعال حبيبي شو صار لك؟ امشي معي. عم لك هدول ما بيفهموا بالتمثيل. ليش هدول لازم يعرفوا انا بعرف حالي احسن منه. تفضلي. لازم تحذفوا كل السيناريوهات يلي فيها مصطلحات شعبية وسيئة وفيها إهانة لأي جهة وبتخالف عاداتنا. ريهام في قائمة بعتها للزبون امسكي شوف فيها. لا ضيعي وقت. حاولي تحفظيها بأسرع وقت ممكن. تمام. يلي ما بيعجبكم فيكم تحذفوه لحالكم واللي بيعجبكم أعطوني إياه إلي أو لدارين ما بتفرق. لك انت شو عم تعملي؟ هيبه عادي. شو في شغله هلا؟ ما في ولا فكره مناسبه دارين. شو هاد؟
لك يا جماعة، كم مرة بدي أقول لكم لا تحطوا لي قدامي أفكار مثل هدول تافهين وبلا معنى. لو سمحتوا لا تحطوا لي سيناريوهات قدامي إذا ما كانت واقعية، لا تضيعوا لي وقتي بشق الأوراق. وهي شقيتهم شوفوا، معقول لهلأ ما فهمتوا علي؟ مليت من نفس الملاحظات دائما، عن جد مليت. جان؟ بعتذر منك كثير. اليوم عطلة وما هيك ضايقناك بالشغل، بولين أكيد بتكون مزعوجة من وجودنا. بولين رجعت على لندن. لا بولين رجعت على لندن، معقول؟ هالحكي بيعني إنه جان بيك وبولين انفصلوا، وشو هلا؟ برافو عليكم، لازم نزقف. لك يا جماعة أنتوا جنيتوا، ليش عم تسفقوا؟ شو هالتصرفات السخيفة؟ نحن هون لنشتغل مو لنحتفل. لا تزعل، لأنه بهالوكالة بيحبوا الانفصال. لما انفصلت عن خطيبي احتفلوا جان بيك. ما كنت بعرف، ولما عرفت زعلت كثير عليكم جان. ايه بس ما بين على وشي لأني عاملة بوتوكس جديد، مو معقول شو زعلت. قايم ساوي قهوة. أنا موظفة الخدمة، لا تقوم أنا بساوي لك. جان بيك شبنا، هي شغلتي. تركيه بحاله، بتعرفي الانفصال ريهام بيكون حزين وحابب إنه يضل لحاله شوي، عادي كم يوم بينسى والحياة الجديدة بتبلش. مو مشكلة، المهم ما تقولوا ما عم تشتغلي. يا جماعة أنا متحمسة على الشغل. أنتي جنيتي ريهام، مو على أساس بدك تبعدي عنه؟ اسكتي ولا حرف أنتي، لأنه مو حابة اسمع صوت المنطق اليوم. صوتي جاي من جواتك، مفكرة إذا سكرتي أدنيكي ما رح تسمعيني؟ لا تفوتي لعنده، هي فرصتك، خليكي بعيدة عنه. الموضوع مو بهالبساطة، وقلبي ما عم يقتنع منك، خلص تركيني بحالي. قسماً عظماً أنتي مجنونة. مجنونة ما هيك؟ تقبليني مثل مو أنا. إيه حبيبي عثمان. إيه خالتي. مو تروحوا تنسانا أول ما تصير مشهور. يا روحي الله يسامحك، شو عم تقولي؟ هلا عثمان بده ينسى اهله وناسه بس لانه صور طبعاً. اعلان ما بيعملها. سمعتي شفتي دخيله هالوش الحلو، ابني حبيبي يلي بده يصير نجم مشهور. هيك انتو عم بتخجلوني، بدي ضل يعني لحام الحاره مثل ما انا. ايه ومع هيك رح تصير نجم لانك حلو وجذاب وفي لك معجبات. شوف البنات اللي ناطرين يتصوروا معك ياخذوا توقيعك. تعي انت وياها، تعي. يا الله ما عم صدق. خلص انشهرت، انا رح صير الاخت الوحيده لنجم حلو مشهور. يا الله شو مبسوطه. وقالي لو سمحت لي انتبهي على المحل لبين ما نوصل الشاشه على البيت. لا تاكل هم، يلا ما منطول. ليلى انتبهي على عثمان والمحل. ماشي يا صاحبي، رح موت من التعب. شكرا. عثمان بتعرف عن جد اللي عملته كان كتير حلو ومميز، بهنيك برافو. شكرا ليلى. انا ما كنت بعرف انك موهوب بالتمثيل، يعني ما ببين عليك هالشي. هلا الانسان ما بيعرف شو عند التانيين الا اذا مهتم فيهم، فمو مشكله. يسلموا ليلى. مبروك مرة تانية. شكرا. أنا فايتة على المحل. شو هي حربك معي؟ إنه ما تطلع بوشي وتعتبرني مو معك؟ مبسوطة؟ مو مبسوطة ومتوترة. حابة تقولي شي؟ بنوب. ايه خليك عم تعمل هيك فيني، اوعك تطلع بوشي جان، مو هون انا. القهوة عملتها تقيلة وما رح تكون طيبة جان، ما سمعت مني قلت لك انا بعملها. لك ريهام؟ شو عم تقولي؟ جان بيك عم تقولي له جان حاف؟ ايه هو هيك بده. كيف هو هيك بده؟ جان بيك قال لك قولي لي جان؟ انت لشو عم تخططي؟ فهميني، لشو عم تخططي؟ قولي فورا، قولي ريهام. جيجي اسمع هالسر معناتها. ما بدي، لا ما بدي. استنى، ما بحب الاسرار. لا اسكتي اصحي، لا تحكي ببوس ايدك، انا ما بحب الاسرار بالمره، بدي روح فورا، ما تحكي لي شيء. بدك تسمع. لا ما بدي. بدي خبرك انه حبيته، وانه الباتروس اللي عم دور عليه طلع جان، وانه امبارح راح على دار الاوبرا وباسني مره ثانيه وبنفس المكان، ولا تخبر مخلوق بهالسر. جيجي جيجي شبك احكي. شو؟ جيجي
جيجي؟ الباتريس هو زنبق! الباتريس هو زنبق! الباتريس هو زنبق! كأنه غرق ما؟ جيجي! شو صار له؟ بيكون ما؟ لك شو صار له؟ شو القصة جيجي؟ حدا عارف شبه؟ المسبح مثل البير الغميق. خلص أنا بروح بفهمه القصة. أنت هدي. كيف بتزت حالك بالمي بهالجو جيجي؟ أنت مجنون؟ جان بيك عم يقول إنه المشكلة بحضرتك. المشكلة فيني؟ أنا شو دخلني؟ ما عملت معه شي. جيجي شبك؟ فهمني جيجي قوم لشوف. جان بيك أنا بعرف شو اللي عم يصير. جيجي بالعادة وبخيلته بيخلق شي بيشبه الفوبيا المؤقتة. تمام؟ فوبيا مؤقتة. وهلأ بيكون خلق فوبيا من حضرتك. أنت اليوم ما تتطلع فيه ولا تحكي معه وبينتهي الموضوع. لا تتطلع فيه جان، لا تتطلع فيه لو سمحت. هو عمله فيني مرة وما اهتميت بالموضوع، تاني يوم مرق لحاله وانتسى. لا تطلع فيه لو سمحت. ايه فهمت ما رح اطلع فيه ولا رح اطلع لهديك الجهة ابدا. فهمت. قولي لجيجي اذا بده فيه يروح على البيت. جيجي قوم روح على بيتك، يلا فيك تمشي. ايه طيب رح قوم روح على البيت. جان اذا بدك بخلي الفريق كلياته يروح لانه خلصنا فرز والشغل الباقي فينا انا وياك لحالنا نشتغله. ايه طيب يعطيكم العافية شباب، فيكم تروحوا اذا بدكم، والباقي حنشتغله انا وداي. قوم هلك. طيب ماشي جان بيك، عن اذنكم. بوس ايدك قوم، رح يحسوا كلهم. جيجي يلا قوم على البيت. جيجي خلينا نروح، امشي. ايه من الاول خدي عني، عفت حالي. وهدول كمان ما عجبوني لهيك رح شقهم بالناقص منهم. راح الفريق كله. جان بيك إذا بتحب فيني أحفظ كل هالوراق وساعدكم فيها بسرعة. هلأ مو محتاجين ذاكرتك التصويرية ريهان، فيكي تروحي. ريهان في شي بدي أسألك عنه من زمان وكل مرة بنسى. هلأ الذاكرة التصويرية تبعي كيف بتشتغل بالضبط؟ وهالموضوع عم يكون صعب عليكي ولا بتعمليه بسهولة مثل الروتين؟ لأنه ما عم استوعب شو بيكون عم يدور جوات مخك. أنا حقيقي مثلك، ما قدرت ما ألحقك. جان بيك شو عم نساوي هلا؟ أنا كتير بحبك ريهام. بنوب مو سهل. معقول يكون سهل يا خانو؟ يعني بالأول بطبع بمخي الشي اللي بدي شوفه وبفكر فيه وبيدور جوات مخي، بيدور هيك، وبعدين بيوقف وبحفظ وبيكون ضرب مخي وصرت مجنونة. لهيك بيضلوا فيوزاتك طاقين. مزبوط لهالسبب. بخاطرك يا خانم، بخاطرك جان بيك. الله معك. دارين شو في هالفكرة مو حلوة؟ هات لشوف. حطيها على جنب، انتبهي ما تنشأ معك. لا تخاف ما بشقة، يلي بيعجبني عم احتفظ فيه. صح عقلكم. فكرني عم شق كل السيناريوهات؟ حبيب قلبي والله برافو عليك عن جد. أنا عم قول برافو عليك بس مو مشان الإعلان، مشان شي تاني. قصدي البرود والقوة مع ليلى. أخي ليك القانون الأول بكتب الحب إنه اللي بيهرب بيتلاحق، وأنا مع هالقانون طبعاً. يعني برافو، هالخطة حلوة، برافو عليك. والله يا أختي ماني عم خطط ولا أي شي. طيب معناها لشو هالبرود مع ليلى لك؟ برود الاستسلام. ما ضل عندي أمل جيهان. ليلى ما عندها أي مشاعر تجاهي بنوب، والحق معها لأنه أنا ما بادرت ولا مرة تجاهها كمان. بالأول كنت متأمل بس هلأ خلاص. شت، ليش سألتي شو بكي؟ شو نعمل؟ الموضوع اسمي ونصيب، ما خربت الدنيا. حلاقي نصيبي أكيد.
اللي انه ما رح تزعل، وعدني بهالشي. وعد. حبيب قلبي. بحب تضل فرحان. بدي فوت احضر المباراة انا. اسمعوا عثمان، بس بدي اسألك سؤال. اسمعني عثمان. عثمان ليك، بدي اسألك سؤال قبل ما تبلش المباراة وتندمج فيها كتير. يلا سأليني. لما انت عشقت ليلى، كيف عرفت انه هذا الشعور هو الحب؟ يعني بقصد كيف بيعرف الواحد انه هو بحب هالشخص تحديدا؟ عم تفهم علي مو؟ طبعا بالبداية بيخطر هذا الشخص على بالك كل الوقت، وبعدين بتصيري تحسي بسعادة غريبة لما بتلتقي فيه، وبعدين انت بتزعلي كتير اذا بتبعدي عنه لحظة واحدة، وبعدها ايه وبعدين؟ وبعدين بتحسي على حالك. فهمت. ايه بالمناسبة رح قلك شغلة مهمة، وانا كمان رح ساويها من اليوم ورايح. اذا بحب حدا ما رح استنى ولا لحظة، رح روح ووقف قدامه كل شي عم حس فيه تجاهه، رح قله يا دغري. ايه طبعا كل شي، اللعب بالحب ممنوع صراحة اهم شي. ايه بالمناسبة حاسس انه جيجي معجب فيكي. جيجي مين؟ قصدك هداك جيجي يلي بيشتغل مع ليلى وريهام؟ انت شو عم تحكي اخي، من وين طلعت بهالقصة؟ جيجي ابدا. بعدين يعني هالموضوع انفتح بس انا قلت له اني ماني مهتمة، وهو كمان مانو مهتم بنو. تعرف هالشي مانو وارد ولا في احتمال انه يصير بيناتنا بنو؟ الاحتمال صفر. جيهان تعرفي انك اغلى من روحي، ما هيك؟ اذا بيزعجك بس قولي لي بطلع بروحه. لك احضر مباراتك، ليش بده يزعجني؟ ليش مين بيسترجي يزعجني؟ ما بتعرفني. عم تفصل بوش المدربة تبعك جيجي أفندي؟ خلصنا. هوس بنتي، وصلني شي؟ بنتي شوفي، بجوز بعتوا خبر مش عاليالنج. هذا إيميل من الشركة، هلأ وصلني. الرسالة تبعك صوتها غير، لسه من دقيقة شفت لك، ما في داعي كل شوي نشوف، بس يوصل بخبرك فوراً. خلصنا بقى. كيف يعني صوت رسالتي بيختلف عن صوت إيميلك وهنن بنفس الموبايل؟ ما سمارت هيك بيسموه أمي. وهيبة؟ ما حسيت عصرت الليمون كله وأنا عم بتطلع فيكي. نهار رح تطلع حامضة كتير. خليها تطلع ما بيأثر. خلصنا بقى. يعطيكم العافية، طالعة غرفتي. لا وقفي، لحظة تعي شوفي لي من موبايلك، بلكي بيكون وصل جواب من اللي بدهم طلبيتي اليالنجي. بنتي فوتي حبيبتي على موقع، يلا شوفي لي إذا عطوا ولا حدا. أمي هلأ إذا منشتري لك موبايل سمارت، مو أحسن ما تستني تشوفي بموبايل هاد وهاد؟ لا مستحيل، مو وقت الموبايل هلأ، لأنه في أمور أهم من الموبايل، في علينا ديون لازم نسددها قبل كل شيء، ما هيك؟ شو؟ ديون شو عم سددهم بالتقسيط، مو قلتلكن؟ إيه مزبوط قلتي، بس ما فينا نكون حملة تقيل عليكي، يعني اللي قالته أمك صح. بس أنا مصروفي قليل، يعني عم أخذ البسكوت من عندكم، ما بيضل غير الشاي، وهذا حساب أختي عم أتزهرمه. إيه على حسابي، صح اللي قالته. راسي عم يوجعني، بدي اطلع على اوضتي ريح شوي. ليش؟ من شو راسك عم يوجعك؟ ليكون من الشمس ببيت جنبك؟ ولا حدا زعجك هونيك؟ قولي شو الموضوع؟ نهاد اكيد تعبت من الشغل، اتركها تروح ترتاح شوي. اطلعي يا روحي وحاولي ترتاحي، غيري تعبك وتسطحي قد ما بدك، ماشي يا روحي؟ فيكي تاخدي راحتك وترتاحي. نهاد قوم شبك، مو مهمتي بنوب، قوم شوف بنتك شبه، كله علي انا؟ والله ما انك عم تفهم علي. أها بيكونوا بعتوا رسالة لأمك هلا. لا مو لأمي، إلي. خلصنا. لا مو إلك، أكيد إلي عم يبعتوا. دا خلقي من النق تبعكم، أنا رح روح. ليلى قديش حلو نشتغل هيك لحالنا أنا وياك وبجو هادي بعد هالتعب كله اللي تعبنا اليوم. إيه والله أنا وياكي تعبنا كتير، بس منيح طلعنا بسيناريو حلو ومميز. اتصلي بكره بالشخص اللي اسمه شو كان، ذكريني. طائر الصباح اسمه. اتصلي فيه بكره، خليه يجي لحتى يبلش شغل معنا فورا، بيختار الممثلين معك وانا وياه بنختار المكان. طيب اتفقنا، انا بتصل فيه لا تشيل هم. اي ماشي. اذا ما ضل عنا شيء نحكي فيه فضل اني امشي. اوكي. جان
بدي ذكرك بشغله، بس عن جد هي اخر مره بحكي فيها معك بهذا الموضوع جان. انت وعدني انه نطلع ونقعد مع بعض. ايه صح، وعلى طول بنسى هالموضوع هاد، ما تواخذيني. خلص بكره بنطلع. قلت بكره؟ اه جد عم تحكي؟ وعد مو؟ ايه وعد. تمام تمام، عن جد فرحتني، ارتفعت معنوياتي بعد ما وعدتني. لا امشي معنا، هيا يلا بالاذن. ايه الله معك. لا تجي وتعذب حالك، بطلع لحالي. اوكي اللي بريحك. تمام تصبحي على خير. وانت من اهله، بشوفك. مع السلامة. شوربة بتاخد العقل. صحة وعوافي نهاد. ريهام مو جوعانة، ما رح تنزل تاكل معنا. ايوه عم قلكن انه هالبنت عشقانة وما انكن عم تصدقوا. اه ريهام عشقانة؟ ما بظن انه هالمرة احساسك صح. اختك دورت على اكتر حدا مانو مناسب بالدنيا ووقعت بحبه، ما بتعرفي مين بيكون؟ شبك امي؟ حب شو؟ وبعدين انتي عن مين عم تحكي؟ جان بيك، حبت جان. ليلى معقول مانك منتبه على اختك وانتي وياها بتشتغلوا بنفس المكان؟ اذا بتعرفي ومانك عم تقولي لامك والله العصب. عيب كتير. لا والله امي ماني منتبه على ريهام. جان بيك وريهام، لا تصدقي هالحكي. لا صدقي بنتي صدقي. عم تسالي امك، روحي اسالي اختك وفهمي منها. بتعرفي وهيبه؟ الرجال مانو مهتم بريهام بنوب، وهي اكيد بتعرف هالشي منيح. في فرق كبير بيناتهم، رح يضل حب من طرف واحد. لو تشوفوا كيف بتقدم له الشاي بتحسوا رح تضربه بالكاسه. ريهام ذكيه، رح تفهم الفرق وتتخطى هالشي. ان شاء الله يا نهاد ان شاء الله. هو الشاب حليو ومحترم وما في منه، بس واحد مثله مدير ما رح يحب موظفه عنده. ليش بده يحبها؟ ليش يعني؟ ليش شو المانع بالله؟ فهميني. اه شو هالحكي هاد؟ بعدين ريهام شبهها، يعني بنت ذكية وحلوة وجذابة وعم تلفت انتباه كل اللي بيشوفوها وبيشتغلوا معنا. وانتي حلوة وجذابة وصار لك سنين، المشكلة مو فيكم، فيهم هنن بنتي. هنن من غير طبقة وبيلبسوا خواتم بإيديهم وبيعلقوا شغلات برقبتهم غالية كتير، ونحن مالنا قدهم يا بنتي. يعني تخيلي انه جان بيك جوز بنتنا وقاعد معنا على هيك طاولة مثلا. لا لا مستحيل انسي هلا. المهم انت طلعي لعند اختك وقعدي احكي معها باسلوب حلو، وحاولي تخليها تقتنع انه لازم تروح على شغلها باحترام وما تفكر بهالامور هي. تمام يا عمري؟ طيب امي هلا بشوف. الله يوفقكم يا بناتي ويرضى عليكم. في حرب بالحب، ايه واليوم شفتها. حربي مع حالي مو معه هو. انا عم حارب لاقدر بعد عنه ولاقرب منه بنفس الوقت. بطلب من ربي انه جان ما يطلع فيني بعيونه الحلوه، وبعدين بتوجع لما ما يطلع فيني. حربي هي اني ما اسمع لكلام نفسي وقلبي، وقعت بحب رجال ما له شبيه، صوته حنون، قلبه جريء صادق وصريح، ايديه دافين وعيونه بريئه. هو بيختصر كل الرجال. لما ما بكون معه بحس اني مو موجوده. خليه حاربني ما عندي مشكله، خليه يكسر قلبي قد ما بده. اذا بدنا ننسى خليه هو ينساني بالاول. انا بتكفيني ريحته، ريحته المعششة بدماغي واللي ما عم أعرف ركبها. شوفي اختي،
قديش الساعة؟ لسه الساعة 6، طول الليل قلقانة، رح نام جنبك. ليش اليوم عم تفيقيني إلي وما رحتي لعند رفيقتك جيهان مثل العادة؟ يعني أمي من كتر مو زعجتها بموضوع الموبايل خلت المخلوقة تسكر وتختفي. مو أنا مزعوجة لهالسبب. يا ربي، بصراحة مو بس لهالسبب مزعوجة، في أكتر من قصة زعجتني ومو حابة أروح هالشغل اليوم. مو حابة تداومي؟ أختي؟ أحكي شبكي؟ أوف، بعرف ما بتحبي تخبريني بس فيكي توثقي فيني هالمرة أختي، أحكي لترتاحي. إيه؟ شو بدي أقول؟ خلص ما في شي بنوم. مو مشكلة. ريهام أنا واقعة بحبه. مين؟ أمير بيك. إيه أختي. انصدمت، تعرفي ليش؟ لأنه مو متوقعة أسمع منك هالكلام بنوم. بحب أمير بيك بس هو بضل مديري، يعني مستحيل يحب موظفة عنده. ما عندي أمل إنه يصير بيناتنا شيء أبداً، ولهيك مجبورة إنه أنسى وخلصنا. برافو، هذا الذكاء ليلى، منطق الحياة هيك بيقول. بس ما عم أقدر طبق هالمنطق. طبعاً عم حاول، بس يعني بالنسبة إلي أنا أكيد بعرف المستوى اللي عايشة فيه وأخذ بعين الاعتبار الاحتمالات الممكنة، ومع هيك ضليت شهور عم فكر وقوي حالي لأخذ هالقرار. بقصد لو كنت مكانك بهالموقف كان رح يصير معي هيك؟ تخيلت؟ إذا بعرف حلمي ما رح يتحقق، ليش لأحلم؟ أكيد ما رح يجيني من حلمي غير وجع الرأس. أي طبعاً اللي عم تقولي صح، بس حتى لو من طرف واحد حلو شعور العشق. اسمعي، برأيي أنت أحسن من أمير بيك، يعني هو مو سهل أبداً وما بينوثق فيه. مجرد إحساس مو أكتر، يعني تستاهلي أحسن أختي. أنت ما عم تشوفي عيوبه لأنك واقعة بحبه. انسي هالموضوع، أنت معجبة بجان بيك، أنا حاسة عليكي. نوب ريهام، فيكي تخبريني؟ أنا ما رح أحكي. في شي بيناتكم؟ عم حس تجاهه بشي أختي، حتى فيني قول إنه ما عم فكر بشي بالدنيا غير فيه. حب كبير يعني؟ ليش ما خبرتيني بهالشي لليوم أختي؟ ليش خبيتي عني؟ كيف بدي خبرك فيه إذا أنا خفت أقوله لقلبي؟ يعني حبي من طرف واحد مستحيل أختي. تعي حبيبتي، تعي لعندي. شو نعمل هلأ؟ رح نتعذب على الساكت ونترك الباقي للوقت. الوقت رح يحل كل شي. صحك هيك. اللي خلاني انبسط إنه ذوقي وذوقك كتير حلوين، اتنيناتهم كتير أكابر غير شكل. ايه مزبوط. ليكي بس برأيي عثمان أحلى بكتير من الأخوة اثنين، أحلى ما هيك؟ أي طبعاً عثمان هو الأحلى، بس أنا بعمري ما فكرت فيه بهالطريقة. ما فيني، حاولت بس ما قدرت أشوفه غير رفيق. يعني أنت ملاحظة أنه هو بحبك مو؟ طبعاً ملاحظة ريهام، أي بس ما فيني أتقرب منه. أنا وياه قضينا طفولتنا سوا، يعني بحسه أخي ريهام. طول الوقت شايفته بالحارة وشي بوشه، يعني شوي بحس فيه وشوي ما بحس فيه أبداً. لو حسيت بشي ما بقول لا. اف الحق معك ليلى، اللي ما بيقدر يتحمل وجع الفراق ما لازم يحب. منطق الحياة كتير بيزعل أختي. ايه مزبوط، ونحنا لازم نمشي مع هذا المنطق. اسمعي، كيف عم تطبقي هالمنطق؟ حكيلي وعلميني. بحكي لك ريهام، بس مخك ما بيقدر يتقبله، بينهار. احكي يلا، لازم استخدمه بسرعة. ايه طيب بحكي، بما انه هيك مثلا شوفي شلون بفكر. كيف بتفكري؟ قارن الحياة اللي هو عايشها مع الحياة اللي أنا عايشتها. ايه قلت لها هالشي، بس هي ما اقتنعت. موفقة أختي. وأنت حبيبتي. صباح الخير جيجي. جيجي اطلع فيني لشوف شو بوشك.
طلعي فيني، كيف إلك قلب تعملي فيني هيك ريهام؟ ليش خبرتيني سركون؟ قلت لك ما بدي اسمع، شو استفدتي هلا؟ بدك طب اغراضي وروح على ضيعتي بسببك؟ على الأقل ضيعتي ما في أسرار بنوب، لأنه هنيك ما حدا بيحفظ السر. ودخلك وين هي الضيعة؟ طيب مو مهم انسى، لشو هالمبالغة؟ الموضوع ما بده كل هالتوتر. هلا هو صح سر حياتي وما لازم حدا يعرف فيه، بس ما توقعت هالقد تتعذب. ريهام رح جن بسبب سرك، أنا شو أعمل بهالمعلومة؟ شو أعمل؟ أخذها معي على القبر؟ على الأغلب صابني مرض السل لأنه ما بعرف شو ممكن يصيبني كمان، بس يجي اللي اسمه من 3 حروف على الوكالة. أنا شو بدي أعمل ريهام؟ ليش خبرتيني هيك شيء؟ ما بعرف شو بدي أعمل. شوف يقول. صباح الخير جان بيك. بعد ما باسني بالأوبرا رجع زعلني. خلص فص، ما عاد بدي اسمع شي ولا حرف بقى. هس، شو ناوية تموتيني انتي؟ ليش عم تخبريني؟ ريهام يلا امشي على الاجتماع. كاستي بيشربوها الصبايا. يلا جيجي امشي على الاجتماع. ما عم بقدر. شو عم تقول امشي؟ قوي حالك. ما بعرف بس حاسس جسمي مكسر. جربت شد حيلك؟ بجرب. شبك تمسك فيني؟ طيب.